الناس اللي بشوفهم عندهم رينج لايت بلاقيهم بيستخدموه بطريقه غلط. ده بسبب ان الرينج لايت بيبقى هنا فيه البتاع ده اللي بيطلع وبيركب عليه الموبايل، فبيجبرنا ان احنا نحط الرينج لايت قدامنا بالظبط. ده بيخلي بسبوز المناخير هو اكتر حاجه منوره وما بيرسمش الوش بطريقه كويسه. الاحسن بقى اننا بنبدا نرفع الرينج لايت ونميله لتحت شويه، ده هتلاقوه بيرسم الوش، هتلاقوه رامي ضل كده وراسم الوش بطريقه احسن. الحل التاني اننا نبدا نرفعه فوق يمين شويه، وده هيبدا يرمي ضل على الناحيه دي، وهتلاقوه رسم الوش بطريقه احسن.